تلك القصة حدثت بالفعل، يرويها مقيم يمني بالسعودية. يقول: أخذني كفيلي لتوزيع زكاة ماله، ذهبنا إلى خط الساحل حيث القرى الفقيرة. كانت الأموال موزعة في ظروف، كل ظرف فيه 5000 ريال. عندما خرجنا من إحدى القرى إلى خط جدة جيزان، فإذا برجل عجوز لكن صحته قوية، عمره 70 عاما أو أكثر، كان يمشي على الخط العام. قال صديقي: هذا ويش يسوي في هذا المكان في هذا الوقت في الصحراء؟ قال السواق: أكيد يماني داخل تهريب. وقفنا عند الرجال وسلمنا عليه. من وين الأخ؟ قال: من اليمن. وين رايح؟ قال: مشتاق إلى بيت الله. قلنا له: داخل نظامي؟ قال: لا والله تهريب. ليش ما دخلت نظامي؟ قال: لازم أدفع 2000 ريال تأمين، وأنا ما عندي إلا 200 ريال، ركبت ب100 ريال وباقي 100 ريال. صديقي: طيب يا عم كم لك وأنت تمشي؟ قال: 6 أيام. أنت فاطر؟ قال: لا صايم. صديقي: طيب أنت تجاوزت أكثر من 5 نطاقات تفتيش أمنية، كيف تجاوزتها؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، إني أمر من عندهم وما في أحد كلمني. أنا: أنت جاي تشتغل؟ قال: لا والله أنا جاي مشتاق إلى بيت الله، أبغي أسوي عمرة، رايح مكة. صديقي: الدوريات ما قبضوا عليك وأنت ماشي في الخط؟ قال: قبل نصف ساعة أمسكتني دورية قبل مسافة 50 كيلومترا وجابتني عند القسم على بعد كم كيلومتر من هنا، لكن سألوني وين رايح، وحلفت لهم بالله أني أبغي بيت الله وأطلق سراحي. قلت في نفسي: سبحان الله ربي، جهز لك رجال الأمن ينقلك بسرعة إلى هذا المكان حتى ييسر الله لك. قام صديقي وأعطاه ظرفين وقال: خذ هذه زكاة المال. أخذها الرجال وقال: جزاكم الله خير. طبعا هو ما يدري كم المبلغ اللي في كل ظرف، فسألته: أنت تعرف العملة السعودية؟ قال: نعم. قلت: طيب افتح الظرف وخب الفلوس في حزامك لا تضيع. فك الظرفين وشاف الفلوس 10000 ريال، طالع فينا وقال: هذه كلها لي؟ قلنا: نعم لك. الرجال سقط في السيارة في حالة إغماء. نزلنا من السيارة وجلسنا نرشه بالماء وهو يصيح: هذه الفلوس كلها لي، هذه الفلوس كلها لي، وجلس يبكي بكاء يبكي الحجر. المهم صديقي قال: خلينا نوصل معنا قدام شوي، وطلع معنا في السيارة. وبعدما استراح الرجال شوي سألته: يا عم ليش هالبكاء الشديد؟ قال: أنا عندي بيت في اليمن وعندي قطعة أرض جنب البيت وهبتها لله، وبنينا عليها مسجد أنا وعيالي من الحجر والطين. المسجد خلص من البنى لكن كان باقي الفرش وأشياء بسيطة، وكنت جالس أفكر كيف أفرش هالمسجد. صراحة كلنا بكينا بكاء عجيبا، وتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جلبت له الدنيا بحذافيرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له.